السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بيان سو كيما العاده جبت لكم وصفه سهله، وصفه رائعه تاع هذا المقروط لكم تشوفوا فيه، مقروط صغير ولا المقيره تاع الميزان. حنديروه بواحد الطريقه ناجحه 100% سورتو مبتدئات. واش نقول لكم؟ تبعوا معايا الاخر حتى نجح معكم من اليوم ان شاء الله المقروط. دونك انا واش عندي هنايا؟ عندي 3 بول هكا لكم تشوفوا فيه، عمرتهم وضغطت عليهم بواسطه ملعقه، زدت عليه نفس الكيله تاع الزبده. انا ما كانش عندي سمن، درتو بالزبده، زدت عليه شويه زيت عادي يعني زيت المائده، ما فيضتو ما والو، بسستو بيديا، زدت عليه ملعقه تاع السكر. علاش ملعقه تاع السكر؟ هنايا دقيق جي لامبريشوني يقعد هكذا جو ما يتحمر. وبيان سو هاد الملعقه تاع السكر اذ كاضافه برك، انا شمختو شويه بالماء زهر خليتو دكوتي يعني ما مرتاحليش. وهنا في لافاس يعني لافاس حنديروه بالتمر. انا خديت حوالي 600 غرام تاع الغرس ولا التمر يكون مرحي. تقدروا نتوما غير ديروا التمر وتفوروه، انا كان عندي واجد وهذه نوعيه هايله يعني ما فورتو ما والو. زدت عليه حوالي ملعقه كبيره تاع ماء الزهر وملعقه تاع الزبده وشويه قرفه. وحبيتو نتوما ديروا عليه الجلجلان ديروا يعني ديروا لو سيزام كيما تحبوا. هنايا خدمتو غير بيدي، هنايا قسم خدمتو التمر ديالكم يجيكم طري يعني دو بريفيرونس تخدموه مليح هكذايا على لو بلون دو طرافاي ديالكم، تحلو غير هكا كيعاونكم سي ميو باش هاد التمر ما يلصقش في يديكم. هنا يعني تكملوا بهاد الطريقه تحطوا دكوتي باش برك تسهلوا عليكم يعني الشغل، يعني باش كي تبداو تخدموا ما ديروش يد في التمر وحده اخرى في العجينه. فوالا تعاونوا روحكم. وهنايا انا بعد ما كملت الحشو هذاك اولا الغرس ديالي، هنا خديت كميه من الماء الزهر. نتوما اللي حبيتوا تخلطوا ماء الزهر والماء ديروه، انا خليته غير ماء الزهر وحده باسكو ماشي قاطع بزاف ما يريحش بزاف. وهنا تانت كملاحظه اللي حبيتوا تجوزوا هاد المبتدئات اللي شفتوا فريمون العجينه ديالكم كيما يقولوا تكتل يعني في حبيبات تاع الاخر تاع لاباط يعني تكورت لكم لاباط ديالكم، واش ديروا؟ جوزوها في غربال يعني صيروها باش تنحو لها كاع هذوك الحبيبات. انا هنا واش ندير؟ حنشمخ بجوج يعني بكميه قليله كيما نديروا المقروط عادي هكذايا غير بصبعتيكم ما تسيوش تعجنوه. هنا لو ميم برينسيپ تاع المقروط العادي. وناخذ هنا العجينه ديالي اللي شمختها نسيا نخدموها على طول يعني كيما نقولوا حنا نخنكو نديروها حربوش طويل، ونديروا عليها التمر كميه من الغرس هكذايا ونغلقوا عادي يعني ونسيو نديروا يعني نرقوها يعني يكون الحربوش هذا يكون طويل ورقيق ماشي كيما نديروا المقروط كل ما رققتوه تجيكم حبه مقروط صغيره يعني يولي مقيرط ما يقعدش مقروط عادي. وانا نستعين توجور بالكاس بلاستيكي للمبتدئات نخدم به. ديجا راح يملس لكم العجينه وانتم ما هي دو بريفيرونس تحكموا ان ساك يعني ساشي تاع بلاستيك وتخدموه شغل ان بونبون. كي تحطوا العجينه ديالكم تلويوه دو كوتي باش برك يعاونكم يزير لكم العجينه ديالكم باش ما تحلكمش في الزيت. وهنايا بعد ما خدمتها مليح بيان شوف وزيرتها في لي كوتي خدمتها رقيق يعني هذاك الحربوش خليته رقيق. هنايا ان سول دوا تقدروا توزنوا غير دكيلو بان سول دوا تاعكم وتقطعوا يجيكم صغير يعني تجي كيما تاع المحلات ولا تاع الميزان هكذا. وسيو خدموا غير لي كوتي اللي حبيتوا ولا خليوه كيما راهو. هنايا انا تعمدت معكم ندير واحد اخرى باش تشوفوا سورتو مبتدئات هكذا. شوفوا العجينه هنايا ما يصرى لها والو. هنا بركه ملاحظه نتوما قبل ما تكملوا كيما المقروط العادي دو بريفيرونس ديروا كاشكاسرون ولا مقله صغيره ديروا فيها كميه من الزيت وسي المقروط ديالكم الى ما يتحلش. هي ضروري ما يتحلكمش باسكو قلت لكم هنايا انا استخدمت سميد متوسط. نتوما الى من الاول خفتوا يتحلكم واش ديروا؟ زيدوا عليه ملعقه تاع الفرينه هذه باش تضمنوا روحكم ما يتحلكمش في المقله. انا عيش في لا ميم شوز نزير غير بيديا ونقطع نكمل الكميه اللي عندي ونقليوها بيان سور ديريكتومون ما نستناوش عليه. وتقدروا تخدموها كيما بهاد لا فاصون اللي نخدم انايا. انا واش درت هنايا؟ حليتهم كاع على خطره، بعد ما حليتهم درت عليهم التمر على فان قعدت نقطع باش برك نسهل عليا يجيني زعما الخدمه سهله.
هكذا بهذه الطريقه انا كملت العجينه ديالي، شكلت المقيره حطيته في سنيوه ودرت بعد الحبيبه تاع المقروط اللي حبي ياكل حبه بيان سو وحبه وحده تشبعو. اون باراليل وجدت المقله ولا الطنجره لازم تكون عاليه شويه باش يكون الزيت ديالكم غازر ويطيب لكم على جهه. عندكم اون فريتوس ثاني تقدروا تيتيليزيو لا فريتوس ثاني طيبوا فيها. هاوليك بعد ما طابلي قطرتو ديريكتومون وانا غير نحيد له الزيت الزايد هذاك، حطيته في العسل. وهاد العسل انايا ما زدت فيه حتى حاجه، ديجا كان كيما يقولوا خفي مليح برك. انا وجدته يعني درته في لاكوكوت واحد العسل هايل، حنحطه لكم ان شاء الله في القناه يجي وقته ان شاء الله. هاوليك بعد ما حطيته مع كويس ديال لاتاي واش نقول لكم، الله الله عليكم نتوما. قولوا لي اللي موالفين بلي غاتو الكبار ايتو رايحين يقولوا لي هذا لازم ناكلوه بالمغرفه كيما عيط له خويا، نحييه بزاف بزاف، عيط له الكاوكاو. قلنا وايا ديروا لنا مقروط تاع كاوكاو، حبيبات تاع كاوكاو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها سورتو المبتدئات. وفي الاخر بيان سور ما ننساش لي زابوني ديالي وحبابي صحاباتي لا فاميلي موافين يشجعوني ويبارطاجيو معايا، والتعاليق بيان سور نحيهم بزاف بزاف. نقول لهم ما تنساوش نشر لا فيديو اللي تاعهم فائده، والناس جدد بيان سور نرحب بهم. نقول لهم القناه ديالي قناه متنوعه، فيها دي فلوغ، فيها الطبخ، فيها دي غوسات تاع الريجيم، دونك ما تنساونيش بالاشتراك فضلا منكم بيان سور. نقول لكم تهلاو في روحكم في صحيحتكم في بعضكم وسائل الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.